السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الحلوين، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، شلونك عم فرحان؟ يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا، شلونك عم فرحان؟ إن شاء الله زين. الحمد لله، أهلا وسهلا. الله دوم. أصدقائنا الأطفال الحلوين، عندنا كثير من الفقرات وعندنا معلومات منوعة أيضا، لكن نشوف هذا الفاصل اللي هو بداية الحلقة وبعدين نبلش مع فقرات البرنامج. وتحقق الحلم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في فقرة القصة. اليوم راح نحكي أنا وياكم عن قصة طفلة ومحبتها برب العالمين. وتقريبا هاي الطفلة تسأل نفس الأسئلة اللي كنا نسألها وإحنا صغار، واسمها عليا. عليا بيوم من الأيام سألت أمها وقالت لها: ماما، سؤال، هو الله يشوفنا؟ قالت لها أمها: أكيد حبيبتي، يشوفنا ويراقبنا ويراقب كل تصرفاتنا. قالت لها علياء: لا، ليش إحنا ما نشوفه؟ قالت لها أمها: لا، أنت راح تشوفي، بس ما راح تشوفي هسه، راح تشوفي بيوم القيامة، وراح يشوف الإنسان الصالح اللي صدق يحب رب العالمين بكل مراحل حياته. قالت لها علياء: زين، لحظة ماما، سؤال، هو أنا شلون أحب رب العالمين؟ وشلون رب العالمين يحبني؟ قالت لها أمها: هاي سهلة عليا، يحبك رب العالمين لما قال بكتاب العزيز إن الأطفال لهم ولي الأمر ولم يتركهم دون رعاية. أما الحب القلب يا عليا، فأنت لازم تقنعين عقلك وقلبك بحب رب العالمين، ولازم تأكديهم أن يظلون يحبون رب العالمين وتشغليهم بحبه وتشيلون عنهم كل الحقد وكل الكذب. انتهت القصة لهذا اليوم، ولكن العبرة منها يا أصدقائي أنه إحنا لما نقول أنه إحنا نحب رب العالمين لازم ما تكون بس كلام، لا، لازم تكون فعل. يعني شلون فعل؟ يعني نشيل من قلبنا ومن عقلنا كل الحقد والكذب والغيبة والنميمة وغيرها، ولازم نجتنب الأوامر اللي نهانا أنه إحنا ما نسويها رب العالمين، ونمتثل الأوامر اللي أمرنا نسويها رب العالمين. انتهت القصة، أتمنى تكون عجبتكم واستفادتم منها. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. مشاركة الأصدقاء. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، عمو فرحان، كيف الحال؟ الله يسلمك إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعم أصدقائنا الأصوات الحلوين، بدأنا فقرة الاتصالات. نعم نعم. مهدي، حضرت الورق والقلم. نعم. أنوار خالد من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف عمو فرحان؟ يا أهلا وسهلا بصديقتنا أنوار. أنوار شنو اسم بابا؟ أنوار خالد، أستاذ خالد الرادي. أهلا بكم. ما شاء الله. إذا مع صديقتنا زينب، ونشوف السؤال. إن شاء الله سهل، وراح أجاوب عليها صديقتنا أنوار. السؤال يقول: من هو قائد معركة الإصلاح في واقعة الطف؟ الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. سنتي نسمع المشاركة.
كل ما لدينا من الحسين، كل ما لدينا من الحسين، ضعف الأبطال وحزانا كل شماء للسهيد، فاستأذت جيرانا خدمة ما اندثرت، سجلتني خادم أمر البني، كل ما لدينا من الحسين. جميل ورائع ما شاء الله ما شاء الله، شكرا جزيلا. أكيد كل الشكر والتقدير من وانا شهد من بلد. اهلا بشهد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله شهد، كيف الحال؟ السلام. الحمد لله. دوما ان شاء الله. شهد غانم صح؟ صح. صحيح، نعم. باي صف انت؟ صف الاول متوسط. صف الاول متوسط، كل التوفيق والنجاح. خلينا نشوف سؤالنا على الشاشه، السؤال راح يكون سهل ان شاء الله. السؤال يقول ما هي مصادر الحراره في الكون؟ ما هي مصادر الحرارة في الكون؟ عندنا مصدر ينطينا الحرارة بالكون، هو موجود بالصيف اللي تكون المصدر الحرارة كلش قوي. نعم الحرارة والضوء نفس الوقت. صح. ها صديقتنا، مصدر الحرارة وموجود بالسماء. مصدر الشمس. أحسنتي، الشمس هي مصدر الحرارة. الإجابة صحيحة، عافية يا شاطرة، تفضلي بالمشاركة. نعم. معلومات عن السيدة زينب عليه السلام. سلام الله عليها. الحوراء زينب بنت علي بن أبي طالب الملقبة بزينب الكبرى، 5 للهجرة في المدينة المنورة، فاطمة 62 للهجرة دمشق، 3 أولاد فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد وعلي بن أبي طالب، وكبرى بنتهما والأخت الشقيقة والخطين الحسن والحسين، وأبوها هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين عند أهل السنة والجماعة، وأول الأئمة 12 عند الشيعة. ولهذا تعتبر زينب أحد الشخصيات المهمة عند المسلمين، كما أنها لها قدسية خاصة عند الشيعة بسبب دورها في معركة كربلاء، التي قتل فيها أخوها الحسن بن علي بن أبي طالب وعدد من أهل البيت، ويعتقد الشيعة بعثتها بعثرة الكبرى، قال فيها ابن أخيها علي بن الحسن علي بن الحسين السجان، يا عم أنت بحمد الله عالمة الغير معلمة، وسلمة الغير مكتسبة. ما شاء الله، معلومات جدا جدا رائعة، أحسنتي، بارك الله بكم، تحياتنا. اتصال آخر، رقية من بابل، سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا رقية، شنو اسم بابا وبياصف؟ رقية حسين صف الثاني. جاهزة نشوف السؤال؟ خلينا نشوف السؤال، إن شاء الله سهل وراح تجاوبين عليه يا رقية. السؤال يقول اذكر حديثا شريفا يحث على النظافة. اذكري حديث شريف يحث على النظافة. النظافة من الإيمان. أحسنتي، إجابة صحيحة وموفقة، وخلينا نسمع المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر فإن في شهر تنزلت الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أرض تنام هي حتى مطلع الفجر، الله العلي العظيم. أحسنتي، صدق الله العلي العظيم، شكرا جزيلا لصديقتنا رقية على المشاركة الجميلة. نعم عندنا اتصال. آية من الديوانية، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك آية؟ زينة. إن شاء الله دوم الزينة والحمد لله، خليك شوية ويانا حماس وقول لنا شنو اسم البابا وأنت بياصف. عادل. آية عادل، يا أهلا وسهلا بيك، أنت بياصف؟ الثاني. بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. يلا يا وردة خلينا نروح نشوف السؤال مع زينب. السؤال يقول عدد 3 طيور لا تستطيع الطيران. عدد 3 طيور لا تستطيع الطيران. النعامة. بعد. عدد 3 طيور لا تستطيع الطيران. عندنا بعض الطيور اللي هي لا تستطيع الطيران. الدجاجة. أي. سنتي. بعد اللي يعيش بالأماكن الباردة اللي بيها ثلج. الطاووس. لا لا احسنت، بعد واحد اللي يعيش بالاماكن. نعم. احسنت، من نعامة، وعندنا البطريق، اجابة صحيحة وموفقة. اجابة صحيحة، وهسه آية الوردة سمعنا مشاركتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو صدق الله العلي العظيم. شكرا لاتصالك يا وردة ولمشاركتك. نعم شكرا أصدقائنا الأطفال الحلوين. حنروح فاصل ونرجع لكم من جديد. فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أصدقاء برنامج عمو فرحان الذي عودكم على فقراته المنوعة. اليوم سنقوم معا برحلة ممتعة إلى أرض العجائب، والتي أوصانا ديننا بالرفق بها وحثنا الله سبحانه وتعالى على الاستفادة من أساليبها كالتخفي والاندماج في البيئة أو حماية نفسها وصغارها من الأخطار المحدقة بها بطرق مختلفة. ما الحيوان الذي سنزوره اليوم؟ دعونا نرى. عندما أرى نملة في أي مكان ألاحظ أنها لا تخاف من أي شيء، ولكن منذ أن تعرفت إلى حيوان حلقة اليوم أشك أنها لا تخاف منه ولا تعتبره عدواً لها. إنه آكل النمل العملاق. هذا الحيوان ينتمي إلى الثدييات، وجثته هائلة أي كبيرة، برأس ممتد طولياً ومخالب حادة تشبه مجرفة الحفر. يزن حوالي 20 كيلوغراماً، وذيل طويل يستعمله كسلاح مهم للدفاع عن نفسه، كما يتميز بلسانه الطويل اللزج. طريقة أكله هي ما تميزه في أفلام الكرتون، حيث يشبه بالمكنسة الكهربائية وكأنه يشفط الطعام، إلا أنه عندما يلتقط رائحة الطعام يتجول ليكشف الموقع، فيحدد موقع كثبان النمل ويبدأ بالحفر بمخالبه الأمامية وبسرعة. فهو حفار استثنائي، وعندما يصل إلى العدد المذهل من النمل الأبيض يبدأ بلعق الحشرات بلسانه اللزج، ويستطيع أن يلعق حوالي 50,000 نملة لليلة واحدة. هذا الحيوان يحب الخيار أيضاً، وهو يعيش في المراعي والأدغال وموائل السافانا. يسمى أيضاً خنزير الأرض أو الكسلان، وهو حيوان ليلي ويعيش بشكل انفرادي وليس في جماعات كبعض الطيور، وعادة لا يخرج من حجره إلا في وقت متأخر بعد الغروب مثلاً، ويبدأ بتجواله لالتقاط رائحة شهية بالنسبة إليه كرائحة النمل. يوجد صنف من هذا الحيوان وهو حرشفي، أي تغطي الحراشف جسمه كدرع واقية غير قابلة للاختراق، واسمه البنغولين. ولهذا الحيوان يوم عالمي، والذي يحتفل به في السبت الثالث من شهر فبراير، يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية هذا الحيوان الذي بدأت أعداده بالتناقص، والذي يواجه صعوبات نتيجة التغيرات المناخية. وعندما يشعر بالخوف يلتف على نفسه ليصبح كرة محكمة فلا يقهر أمام الحيوانات المفترسة. لكن في الوقت نفسه هذا الحيوان مطلوب بسبب حراشفه لأغراض الموضة والأكسسوار. هذه الحيوانات تلعب دوراً مهماً في الأنظمة البيئية، فيمكنك أنت أيضاً أن تنظم هذه الحركة وتتعهد بمساعدة البنغول من خلال نشر الوعي في هذا الصدد. ما رأيكم؟
سرحان شلوني؟ جميل. اليوم ماكو حوادث. زين زين. اه ايه احمد ماكو. احمد ماكو خطيه احمد. طبقاتك جميلة. شنو غتشكاني؟ لا لا. يلا خلينا نشوف قصيدة زينب. تفضل. أكيد إن شاء الله. سلام على قبر يفيض عزائما، سلام على محفوفة بالأرائج، كريمة مضياف وباب الحوائج، لها روضة في أرض قم مزارها، يشعشع نورا صاعدا بالمعراج، على مثلها يزدى السلام تحية، سليلة بيت طاهر الأهل التائج، لقد عظمت قم برمس حكيمة، ربيبة إعلام الهدى والمسارج، فمن صرحها الزاد أطل مجاهد، سلام على رمس يفيض عزائما، لبنت إمام كاظم الغيظ عارج، تروى بنبع العلم وهو مجاور، لمرقد من تهدي لفخر النواتج، كريمة أطهار أذيقوا تغربا، أرى فيهم الحق الجلي بصائرا، إلا إن أبناء النبي فراقد. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. مشاركة الأصدقاء، مشاركة الأصدقاء يا تنا. فقرة جميلة. يلا عندنا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديقنا حسين. شو اسم بابا؟ حسين علاء. حسين علاء من أي منطقة؟ من أي محافظة؟ يا فرع. من كربلاء. أهلا وسهلا. يلا يا صف أول. صف الأول. جميل. نسمع مشاركة. يلا مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم. عفية بالشاطر. ان شاء الله. شكرا. جميل. مشاركة رائعة. اتصال اخر ان شاء الله راح يكون معنا. فاطمة من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا فاطمة، شلونكم؟ الحمد لله بخير. دوما يا رب، احنا ندعو لكم بالتوفيق والله دوما. فاطمة شنو اسم بابا؟ أحمد. فاطمة أحمد من بابل، بأي صف؟ أول متوسط. ثاني متوسط. كل التوفيق والنجاح. أول متوسط. يا الله، قدمناكم سنة. خلينا نشوف السؤال على الشاشة. السؤال يقول: ما هي الدولة المجاورة للعراق من الشمال؟ تركيا. سنتي صح؟ الإجابة صحيحة. إذا كانت الإجابة صحيحة تفضلي بالمشاركة. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب، اسم الحسين كتب بروحي، زينب تعيش ألم بجروحي، عندي عاشور جميع أيامي، حتى بالعيد ويني نومك، وين ما ألتفت أنظر لمصيبة، جرح أهل البيت وين ألقى طبيبة، طلع مكسور إش جاب عاشور، أسأل من اللي يجاوب عن سؤالي، تنشف دمعة الفاقد لغالي، ابكي يا عين لجل الحسين، الحسين تجب أحلامي، أشرب الماي وون عظامي، أسمع صوتي ساعة وزينة، جمرة خيام تشب بالا. سنتي مشاركة جميلة ورائعة، بارك الله بيكم، شكرا جزيلا، دائما نحثكم على هيك مشاركات حسينية محمدية. ربي يبارك بيكم إن شاء الله. شكرا. اتصال آخر. جنات من صلاح الدين. سلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا جنات، من اسم بابا وبياسر. صف الثالث ابتدائي، نجاح الطاعة الأولى، وبابا اسمه هشام. مبروك النجاح يا صديقتنا يا شاطرة جنات. وهسه نروح نشوف السؤال، إن شاء الله سهل راح تجاوبين عليه يا شاطرة. السؤال يقول: ما هو الضوء الذي لا يعمل على الكهرباء؟ ما
ما هو الضوء الذي لا يعمل على الكهرباء؟ الشمس. أحسنتي، ضوء الشمس إجابة صحيحة وموفقة يا شاطرة. وسنسمع المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جند الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. جميل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جميل جميل محمد. أحسنتي. جميل أحسنتي. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حسن؟ إن شاء الله زين. الحمد لله. شنو اسم الوالد وبياصر؟ حسن خالد غادر. طيب أنت بياصر؟ سادس. حسن عيد اسم الوالد؟ سادس إعدادي مو؟ ابتدائي. ابتدائي زين، عيد لنا اسم الوالد. خالد. خالد؟ يلا يلا خلينا نروح ونشوف السؤال. السؤال يقول: بماذا لقب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمانته؟ صادق الأمين. أحسنت، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. وهسه سمعنا مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أقرأ وربك الأكرم الذي علق بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. شكرا لك ولاتصالك. شكرا حسن، تحياتنا لك. شكرا. أزحنا الأطفال، حنروح فاصل نرجع لكم. مدي شو يقول مدي؟ يلا ما أدري شو راح أشغل. شغل. مرحبا أعزائي الأطفال، أنا البومة الحكيمة بوف، لدي قصص وحكايات كثيرة سأحكي لكم بعضها لكي تستفيدوا منها وتستمتعوا بها. في هذا اليوم سنحكي حكاية جائزة الملك. كان يا ما كان، في سالف العصر والزمان، يحكى أن أسداً كان يحكم في الغابة بالرحمة والإحسان، وينشر العدل والخير والحكمة والأمان. وكان من عادة هذا الأسد أن يتجول في الغابة ليتابع أحوال الحيوانات، فيساعد محتاجهم ويزور مريضهم. وفي كل جولة من جولاته كان يصطحب أحد أفراد الغابة ليعرفه على أحوال الحيوانات ويعلمه بعض الدروس التي يستفيد منها في حياته. وفي أحد الأيام كان يصطحب معه الكنغر ليمتع نظره بجمال الطبيعة ويمتع فكره بالتعرف على أحوال الحيوانات في الغابة. وفي الطريق شاهد الكنغر قرداً متدلياً من على غصن الشجرة وهو يمسك بيديه مجموعة من حبات البندق، وعلى الأرض كانت بندقة أخرى. وقف القرد عندما رأى الأسد قادماً مع الكنغر، ثم تحرك بسرعة كبيرة إلى الأسفل ليأخذ البندقة الأخيرة التي على الأرض حتى لا يسبقه إليها الكنغر ويأخذها منه. ولأن القرد كان خائفاً ومستعجلاً، سقطت كل حبات البندق من يديه وعاد خائبا حزينا إلى أعلى الشجرة. ابتسم الأسد وقال: أرأيت هذا القرد أيها الكنغر العزيز؟ إن الطمع جعله يخسر كل ما جمع. قال الكنغر: نعم يا سيد الملك، إنه درس عظيم تعلمته اليوم ولن أنساه ما حييت. فقال الأسد للقرد: انزل يا صديقي، فلن ننافسك على هذا البندق، وسنساعدك في جمعه مرة أخرى، وقد قضيت بأن يكون البندق لك والحكمة للكنغر، بشرط أن تعدنا ألا تكون طماعا في المستقبل.
حيرت الخيال يا الكلك جمال، حيرت الخيال يا الكلك جمال، محبوبي حسين محبوبي حسين، حيرت الخيال يا الكلك جمال، محبوبي حسين محبوبي حسين، جمال الله انجمع بعيونك الحلوة حبيبي، غزل من دونك شسوى، هو تكوي القلب يرفض بعد يهوى، يا عطر الياس لإحساس أصبحت سلوى، يا عطر الياس لإحساسي أصبحت سلوى، سويتك نشيد وباسمك أعيد، سويتك نشيد وباسمك أعيد، محبوبي حسين محبوبي حسين، دخلت وعالمك عمري ابتدى منه، يقلوا لي العشق جمره وقليت جنة، يقلوا لي العشق جمره وقليت جنة، عكس كل خلق عشقك أشوف أنه تريف مثل الورد وأتراف، أحس أنه بوصافك أحير وإحساسك عبير، بوصافك أحير وإحساسك عبير، محبوبي حسين محبوبي حسين، ترى العايف محبتك كل شماع عنده، يا عطر الياس وإحساسك مثل وردة، تريف حتى الهوى يتغزل بخده، ويحلى للعشق كل ما عبر حده، وتتمنى الورود تشتم الخدود، محبوبي حسين محبوبي حسين، اللي يحب غيرك ندام بحب تانيه، حبيبي وكلمتي هاي افتخر بيها، حسيني وبس لك هالروح من طيها، إلك تحب
وسير معانيها تغزل وهيم يا أجمل نسيم حسين تغزل وهيم يا أجمل نسيم محبوبي حسين محبوبي حسين معذور الخلق جيتي احكي معذور كسرت وياك عشقي وضاع دستور تسولي حب مجبورة وارسم لك خيالي بكل وكيل صورة وراسم لك خيالي بكل وكيل صورة حسيت الحنان وياك الأمان حسيت الحنان وياك الأمان محبوبي حسين محبوبي حسين جنيت ضامي وجيت بروح ملهوفة بحر انت رويت ضماي بجروفة حسيني وهالاسم هيمني بحروفة أعوفا نينيتي وحبك فلا عوفة محتار شقول وبوصفك خجول محبوبي Thank you.
الآن فقرة الأعمال اليدوية. وأهلا وسهلا بكم أصدقائي فقرة الأعمال اليدوية، واليوم رح نسوي عمل جدا حلو اللي هو رح نسوي الشجرة اللي بيها ورد. رح نحتاج إلى عدة ألوان، وأنا هنا اختصار للوقت وضيق الوقت رسمت الشجرة باللون الجوزي، وهنا أنا بس بقيت نسوي الورود. عندي هنا لون أحمر ووردي وبنفسجي، رح أخذ اللون البنفسجي أرسم دائرة. هذا الشكل لما تصير عندنا مجموعة من الدوائر نجي نقصها. هنسوي الدوائر بعدة ألوان اللي هي البنفسجي والوردي والأحمر حتى نسويهن على شكل ورود. صار عندي بهذا الشكل، خليه هنا. أنا راح أبدي باللون الأحمر، ترى أخذ لون الأخضر نسوي شوية دوائر من اللون الأخضر. دعت زينة دوائر بعد نسويهن. صار عندي هنا أنا عدة دوائر باللون الأحمر، حصل بعد دوائر باللون الأحمر. تقدرونها بعدة ألوان تسوون الشجرة تطولها ورد، أو تقدرون ترسموهن. مهم بدائرة احنا سوينا الشمس لزقتها، عندي هنا أحمر صراحة أخذ الأخضر. راح نبدي نلزق، واذا شفنا عدنا قليل وعدنا وقت راح نكمل الباقيات نسوي بعد دوائر حتى تمتلي الشجرة بالدوائر. ثاني هذني اللي سويناهن الاحمر والبنفسجي والبرتقال، عندي هنا الوردي وهنا الاخضر. هسه ذني شو راح نسوين، راح نجي نطويهن بهاي الطريقة نسوي شكل وردة.
سوي الأوراق الخضر. هسه راح نجي نلزق. راح آخذ وردة. صار عندنا وردة بهذا الشكل. هسه راح نحط لها هنا نزق وردة لونها أخضر. نزق الأوراق الخضر. نجي نزق الحمرة. نجيب اللون الأحمر. نجي نزق يعني نحط الوردة. هسه راح نجي هنا نهم نلزق. راح نسوي هنا الوان. راح نخلط الالوان. راح احط واحدة وردي واحدة احمر واحدة بنفسجي وواحدة وردي. هنا هم راح نحط كم وحدة. وحدة حمراء. سبقت لنا بس وردة هنا أنا واحدة وسرح نزقها. هنا أنا راح نقص واحدة بالنار.
عن السويات. راح نجي نلزق ستيكرات ونحط هنا هذا عشان احنا راسمين الدائرة بس اشقاتها. ويجي اصدقائي يكون خلص عملنا جميل، سوينا شجرة الورد. حرف الضاء. أبي أبي انظر هناك. ماذا يا بني؟ ماذا هناك؟ ها؟ انظر لتلك العصا وبجنبها قبعة. ها؟ ما هذا؟ أبي تعال لنقترب أكثر ونرى. حسنا حسنا يا بني، هيا لنقترب. ها، من هذه المرأة الكبيرة التي تجلس تحت ظل الشجرة؟ أها، إنها الضاء يا بني. آه. ومن هي الضاء يا أبي؟ أها، هي أحد الحروف العربية. ما رأيك يا صغيري أن نقترب لنسلم عليها وتتعرف عليها أكثر؟ هيا 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 يا أبي. مرحبا يا ضاء. أهلا ومرحبا بك. إن صغيري يود أن يتعرف عليك. أهلا بك يا ألف الصغير. أنا الضاء، أحد حروف الهجاء العربية، فهل هنالك شيء تود أن تعرفه عني؟ نعم يا ضوء، أريد أن أعرف لماذا تجلسين تحت ظل الشجرة؟ نعم كما ترى يا صغيري، إني امرأة كبيرة ومنحنية الظهر، وأجلس هنا لأستريح وأنظر إلى الأشجار والزهور. ولكن لما تحملين هذه العصا؟ لتعينني في القيام يا صغيري. وما هذه التي تحملينها على رأسك؟ إنها قبعتي تقيني من حرارة الشمس. شكرا لك يا ضوء، والآن أستطيع أن أميزك عن بقية الحروف الهجائية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعم اهلا بكم اصدقائنا، حياكم الله. نوتينا كل الهلا، خلينا نجي القرعه. يلا نجري ونشوف ماذا يحدث. نجري ونشوف. حلو، اثنين عشان نجري ونشوف. نعم بسم الله، نخلط الاسماء لحضور سرحان المنير الجميل الرائع. شكرا سلينا. يا الله غمض عيننا. يا الله يا الله يا الله. حسن خالد من البصره، مبارك فوزك يا حسن، كل التوفيق والنجاح يا ربي، تكون دوما
بمستوى النجاح العالي بالمدرسة وأكيد بحياتك اليومية. أتمنى لك الموفقية يا حبيبي. تتمنى تتوجه لمدينة موارد الأملاك السياحية حتى تستلم كارت من بوابة المدينة وتتوجه مباشرة حتى تستمتع إن شاء الله بالألعاب الجميلة داخل المدينة الجميلة. تحياتنا لكم، شكرا لكم. نعم شكرا شكرا أصدقائي الأطفال لمن أتت حلقتنا هذا اليوم. أنا بلقاكم حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.